علاش قلت على خولة سليماني اللي انت ما تعرفيش؟ والله العظيم لا كنت نعرفها. كي قال لي هادي وليت مركزة ما نعرفيش كنت. بربي سامحني سامحني. بارلون سيريوزمون، على كل احتراماتي للناس معناها والمقامات محفوظة. يا خولة يا سليماني. بون خولة سليماني. شو عملت معناها باش انا كرونيكوز في لكن انا ايش نقول لك؟ انا راهو لازم يعرفوا العباد اللي انا راني ما نتفرجش. انا ديريكت نحط القوره عندك نتفرج اللي بلاتو السياسه، نتفرج في حنا بعل، ونتفرج في الحوار، ونتفرج في قناه الوطنيه، ونتفرج نبدا نزابي التاسعه معايا اكثر واحده ركز حوار ما تفرجش التاسعه فيها. نتفرج في الحوار، هي في الحوار ليه نتفرج زاده؟ ما قلت لك نبدا نزابي معناها انا والانفيتي انا انا وشنو السوجي اللي تجبد، فهمتني كيفاش؟ تفرج في مريم بالقاضي وتعجبني زاده، وتعجبني ملاك معناها كلهم يعجبوني معناها تعجبني زاده نتاع خولة سليماني عفوا ما نعرفش استنقاصا منها ولا ليه بالمجد عادل. والله العظيم ورحمة أمي لا نقصد، ما نقصدش لأني ما نتفرجش. أنا معناها أنا بعد البلاتو بوليتيك ينحط كانال بلوس ينحط فيلم مع دريم بوكس خولة سليماني اليوم، ولا نحط دوكيومنتير ولا خولة سليماني اليوم هي منتجة عندها مسلسل في رمضان قلب الذيب. سمعت وفقها. سمعت بيه قلب الذيب؟ والله اي سمعت بيه على الفيسبوك. كنت اتمنى تكون موجوده في المسلسل. الله اعلم ما نعرفوش انا المسلسل باش نتمنى ولا ما نتمنى. اي الحكايه الروايه في العهد الفلاقه ولا الاستعمار. ربي يوفقهم ان شاء الله. خاصه انت يكون لك دور في قبر سيدي محروس. ان شاء الله ليلي هذه فخر لها هي باش انا نبدا موجوده في المسلسل مش ليا انا. انا عملت فخر لها هي. معناها انت تقولي كنت تتمنى. ليه لا كنت نتمنى لا شيء. معناها انا نقول ربي يوفقهم. ان شاء الله مسلسل ناجح. اما انا ما نتمنيش. علاش ليلى شيبي اليوم انت قمت بادوار كبيره في قمرة سيدي محروس، يوميه امراه، ليالي البيض، حسابات وعقبات وغيرهم، شعبان في رمضان. اليوم ما عندكش معناها ادوار في الاعمال الدراميه؟ مش ما يعيطوليش، مش ما عنديش ادوار. ما يعيطولكش؟ عندي ادوار، انا نقوم بجميع الادوار. انا ما فماش في ادوار في مسلسلات انا ما فماش دور ما قمتش به. انا الكوميدي عملت الكوميدي فيها ليغوني في تاكسي عملتها. الكوميدي اللي فيها ساركازم في ريح الفرنان عملتها. التراجيك والدرام عملته. وصلت بكيت عباد يخدموا معايا يراو فيا هما يصوروا فيا بكيت. في الليالي البيض مثلا دورك مفيدة كان بكيت. وهما يعرفوا يقولوا يسامحنا نعرفوك تمثل مي راو ياسر. هما خاسرين انهم ما عيطوش ليلى شيبي. بيان سور معناها لو فانتاستيك خدمت عليه كيف كيف كيما خدمت معناها في هيلمان في الفيلم خدمت زاد على الفانتاستيك كيما خدمت في قمرة سيدي محروس معناها على كيف كيف لو فانتاستيك معناها انا ممثله بوليفالونت كيما نخدم غنيه كيما نخدم فقيره كيما نخدم ناس ملاح كيما نخدم نضحك معناها مش يبدلوا لي دبشي لا لا انا نعمل دراسه للشخصيه ونخلي العبد يصدقها ويتعلق بها الهام وجدي العباد تعلقوا بها الزعبين والواحد انا كي خدمت اول سيكونس مع زميلي هشام رستم قال لي وقتها نحييه المخرج حبيب سلماني قال لي تزعبن عليه وقت اللي تزعبنت على هشام النص نتاعو انساه تبلانتا خاطر هشام قال لي عمري ما كنت اغريتو يعني اغريتو بجد اي نعم كيف كيف حتى يونس الفرحي يسمعوا فيا في قمرة سيدي محروس اول سيكونس قال لي تزعبن عليه خليه غادي خرجتوا عن التمثيل يعني ليه ليه ها ليه ما احسيس فما احاسيس تحركت فيه نمثل هشام وقتها كلم مارتين مرته سونيكس قال لها اسمعني ليلى شيبي ما ظهرتش باباسة حتى طرف خاطر عمره هشام ما يعرفنيش اللي انا زعبن ولا خاطر ماني زعبينه في الدنيا معناها